بيني بس موري وايا الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحان الله، عندما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الكرم بالإيمان وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكرم جاره، وقال حتى يكرم ضيفه، وتغنى العرب وأشعر العرب في الكرم، بل كانت من صفات العرب قبل الإسلام. والكرم يزداد في قلب كل عربي، وأينما تتجه فتجد الكرم في كل مكان، لكن عندما يتميز به قبيلة عن قبيلة ومدينة عن مدينة، عندما يكون شعارهم دائما وأبدا الكرم، يتفاخرون كما ذكر أبو صالح. الكرم هو إيمان وعمل صالح، فلذلك جاء الضد لمن أنفق لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم الذي كان ينفق لغير وجه الله. فإذا الإنفاق لوجه الله والكرم لوجه الله، هذه من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله. حياكم الله في برنامج الديوانية، دائما وأبدا من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء على قناة الواقع، وأيضا بإمكانكم متابعتنا عن طريق البث المباشر في اليوتيوب. اليوم عندما يرتبط الدواسر، ترتبط الأفلاج، عندما بس تذكر فقط الأفلاج، أول ما يتبادر إلى ذهنك الكرم، يتبادر إلى ذهنك الأخلاق، يتبادر ذهنك إلى محبة هؤلاء الناس. وأنا والله زرتهم عدة محاضرات ولقاءات في الأفلاج، فلا تسألوا عن الأفلاج، فمن أراد أن يتعلم الكرم والمحبة واللطافة والأدب فهناك في الأفلاج. حياكم الله جميعا، يا هلا ومرحبا. الله يحييكم وعليكم زود يا أهل الحوطة. ترى قريب من بعضها عبد المجيد. جيران جيران.